مرتي كانت حامل بالشهر التاسع وعم نستنى المولود مولودي كانت مولودي كانت بنت حامل بنت وعم نستنى بفارغ الصبر هالمولود تيجي وكذا وهي كمان مجهزين لها ملابس مجهزين لها كل شيء مجهزين لها اسمها نسميها هاجر كنا واحنا هلا جاهزين بالمبنى اللي ماتت فيه مرتي وبنتي اللي ما ولدت لما توفت مرتي هي وليدها كثير تألمت كثير حزنت كثير عليهم الاثنين وسبحان الله لانه كثير متعلق فيها وحزين عليها للان وهي في ضميري وكثير بفكر فيها كثير بتردد بحاول اتردد وبتردد على القبر وزبطت القبر تاعها وكتبت ام حمزه على القبر لانه كثير بتعز علي كثير مرتي سبحان الله.